أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ظهر يوم جديد. معكم أنا منال الشريف في صحبتكم دائما عبر أثير ألف ألف إف إم من السبت إلى الأربعاء في برنامجكم السعودية اليوم. قبل 32 عاما اجتمع قادة دول الخليج الست معلنين مرحلة جديدة من التعاون بين هذه الدول الشقيقة، وخلال الأعوام اللاحقة بذلوا ما في وسعهم لتأكيد ترابط الخليج بشعوبه وثقافته ومستقبله. اليوم وبعد أن بلغ مجلسهم سن الرشد، دعا القائد الحكيم الملك عبد الله بن عبد العزيز في افتتاح القمة 32 أشقائه في المجلس إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وخلال انعقاد هذه القمة إننا سنحاول البحث عن تطلعات وأمال المواطن الخليجي حيالها. القمة الخليجية آمال وتطلعات هو موضوع حلقتنا من برنامجكم السعودية اليوم. أرحب بكم ومع ضيفي اليوم الأستاذ عبد الله حميد الدين، الكاتب السياسي السعودي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، شكرا. أستاذ عبد الله، بداية، إلى أي مدى حقق مجلس التعاون أهدافه خلال 32 عاما الماضية؟ يعني المجلس حقق أهدافا كثيرة، ولكن بالنظر إلى طول المرحلة 32 سنة وبالنظر إلى الأهداف التي كانت تطرح، يمكن القول بأن يعني المجلس لم يصل إلى حتى ثلث يعني ما كان يطمح إليه أو ما كان يتطلع إليه أو ما كان يعد به القادة في مؤتمرات قمة مختلفة. فإلى الآن، وهذا انطباع يعني سواء المراقبين المحليين أو الدوليين، النظرة إلى المجلس أنه يعني متعثر في قدرته على التعاطي مع القضايا الأساسية سواء أمنية أو اقتصادية أو حتى القضايا التنموية الاجتماعية العامة. وربما أكبر يتطلع إليه يعني مواطني دول مجلس التعاون في هذه القمة والقمم التالية هو توفر الإرادة الجماعية التي يمكن ترجمتها إلى أعمال حقيقية وليس فقط وعود وآمال متكررة. ويمكن أن تلاحظي أن أغلب النبرة السائدة أو الانطباعات السائدة أغلبها يميل إلى اللامبالاة أو اللا اكتراث أو اللا أمل فيما يجري. والآن المطلوب في هذه القمة وفي غيرها من القمم إعادة الأمل، يعني لو فقط أعيد الأمل إلى هذا المشروع المهم حقيقة لربما أمكن أن يثق الناس به أكثر. سبب تعثر هذه الخطة يعني من وجهة نظرك أستاذ عبد الله؟ يعني هناك أسباب كثيرة، ربما أهمها يعني هناك تفاوت كبير في أولويات أو في المصالح الاستراتيجية للدول الأعضاء في المجلس. التفاوت هذا الكبير يعني يجعله من الصعب بمكان أن يكون هناك مواقف موحدة في الأمور الكبرى سواء الأمنية أو الاقتصادية، فهذا ربما أكبر سبب. يعني تفاوت أيضا في الحجم، في حجم السكاني، تفاوت في أيضا في المساحة، تفاوت في الوضع الاقتصادي. يعني الآن مستوى الدخل الفردي في المجلس يتفاوت بشكل كبير بين مثلا قطر والإمارات في جهة، المملكة وعمان في جهة أخرى، ثم البحرين والكويت من جهة ثالثة. يعني هناك تفاوت صارخ هائل في مستوى الدخل، وهذا يخلق أولويات مختلفة للمواطنين أو أولويات مختلفة أيضا للدول. إضافة إلى هذا، هناك علاقات ثنائية متعددة بين دول المجلس والدول الجوار أو الدول يعني في الدول العالم، وهذه العلاقات الثنائية ذات بعد استراتيجي أساسي لأعضاء المجلس، ولم يمكن لهم إلى الآن أن يخلقوا أو يصنعوا معادلة يمكن أن توازن بين العلاقات الثنائية وبين العلاقات الخليجية.
وإلى حين ذلك لن يمكن للمجلس أن يحقق نقلات أساسية إلا إذا تطورت الرؤية، يعني إذا تطورت الرؤية بحيث يمكن للمجلس أن يحقق الأمور التي تحقق تطلعات المواطنين بشكل مباشر. أغلب الأهداف التي لم تتحقق مرتبطة بأهداف أمنية أو أهداف اقتصادية كبرى، يعني يستفيد منها المستثمرون أو كبار رجال الأعمال، ولكن هناك بعض الأهداف التي يمكن أن تفيد المواطن العادي، يعني كثير منها تحقق، مثل التنقل، التعامل بشكل متكافئ في كافة دول مجلس الخليج. هذه لو تم البناء، لو تم التركيز على هذه، لربما أمكن خلق مساحة ناجحة أو مساحة لها فرصة نجاح أعلى، لأنها تتناول الحاجة الأساسية للمواطن العادي. أستاذ عبد الله، دائما ما نسمع يعني بالعملة الخليجية الموحدة ونتطلع إليها منذ سنوات طويلة، ونعتقد أنه أبرز الحلول الاقتصادية التي تواجهنا، سواء كان هناك تحديات من اليورو أو من عملة الدولار، إلا بجمع الكلمة ما بين الأخوان العرب. ما هو سبب تباطؤ وتأخير العملة الخليجية الموحدة؟ يعني الاتحاد الأوروبي كنموذج مهم، يعني استلهام الاتحاد الأوروبي مهم جدا، ولكن يجب أن لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى مرحلة العملة الموحدة إلا بعد أن مر بمراحل أخرى في التوحيد وتقريب العلاقات الاقتصادية. لأن العملة الموحدة تقتضي، يعني العملة الموحدة عبارة عن قرار استراتيجي كلي، ولا يبدو أن المجلس إلى الآن استطاع أن يحل القضايا الأصغر. نعم. المطلوب الآن، يعني ربما لكي يمكن إعادة الثقة في هذا المجلس، أن يتم اختيار بعض الأهداف الاستراتيجية والمهمة ولكن الممكن تحقيقها، وليس الأهداف التي يعرف الجميع أن الوضع الإقليمي، الوضع المحلي، طبيعة اتخاذ القرارات في دول المجلس، طبيعة العلاقات والمصالح المتضاربة بين أعضاء المجلس. يعني مثل ماذا هناك يعني مصالح متضاربة؟ يعني أريد تعطينا مثال لأقرب الصورة إلى المستمعين والمستمعات. يعني على سبيل المثال، المصالح، يعني ربما أبرز، يعني المجلس نشأ لأهداف أمنية بالدرجة الأولى، والأولويات الأمنية لدول الأعضاء تختلف بشكل كبير. يعني أولويات المملكة مثلا الأمنية تختلف. نعم. يعني دول الجوار حول المملكة، سواء اليمن أو العراق، تهديدها أو 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 مثلا الاستفادة منها بالنسبة للمملكة تختلف عن مثلا اليمن بالنسبة للإمارات أو بالنسبة لقطر. إيران مثلا كذلك علاقتها بالإمارات غير علاقتها مثلا بالمملكة. البحرين، التهديد الذي تواجهه من إيران غير ما يمكن أن ينسحب على المملكة. العراق والكويت، الكويت وإيران، يعني فقط على هذا المستوى تجد هناك تضارب صارخ. الشيء الآخر، الوضع الاقتصادي، يعني الكثافة السكانية المتباينة بين دول المجلس وخصوصا المملكة والدول المجلس الأخرى تخلق أولويات أخرى مختلفة للمواطنين. نعم. قد لا يكون هناك مثلا في دولة مثل قطر ناتجها القومي أو مستوى الدخل بالنسبة للناتج القومي يعتبر الأعلى في العالم تقريبا، قد لا يكون لديها نفس الحافز لكثير من القرارات الاقتصادية كما يكون للمملكة أو لعمان مثلا. نعم. يعني لاختلاف الوضع الاقتصادي أو الاختلاف الثروة النسبية. الإمارات مثلا باعتبارها دولة أيضا يعني منفتحة بشكل أكبر اقتصاديا على العالم، قد تكون حوافزها أو قد تعتبر أن مثلا بعض القرارات الاقتصادية لدول أخرى قد تعيقها عن التقدم السريع في الانفتاح الاقتصادي. فهذه التباينات يعني تشكل عائقا في خلق رؤية اقتصادية واحدة، ولهذا ما يحصل اليوم، المجلس لا يملك رؤية بقدر ما يملك مشاريع مشتركة. يعني مثلا موضوع العملة الموحدة أو موضوع القطار أو موضوع الطاقة، شبكة الطاقة الموحدة، يعني أو غيرها، حتى هذه كلها يعني عبارة عن مشاريع مشتركة أكثر من كونها تمثل رؤية مشتركة لكيان موحد. حتى موضوع الانفتاح الحدود، يعني الذي يحصل أن هناك الانفتاح الاقتصادي ليس فقط أن أفتح الحدود لسكان المجلس للتنقل بحرية، وليس فقط أن أسمح للمواطني المجلس أن يؤسسوا منشآت تجارية في الدول الأخرى من دون قيود، ولكن أيضا هناك تكلفة التجارة البينية بين دول الأعضاء لازالت مرتفعة، فالنقل بين دول الأعضاء مرتفع، الإعاقة الجمركية لازالت تشكل مشكلة. فهذه مثلا إعاقات كثيرة
إعاقات كثيرة يعني تقلل من قيمة المكاسب التي تحققت. يعني أنا الآن أستطيع أن أسافر مثلا إلى الإمارات من دون تأشيرة وأسافر ببطاقة الأحوال، ولكن ليس هذا فقط ما سيسمح للتجارة البينية بين الإمارات والمملكة أن تتطور. نعم. سأعود لك أستاذ عبد الله. معنا مشاركة من الأستاذ محمد المزروع، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يا مرحبا، أهلا بك في برنامج السعودية اليوم. شكرا لكم. سيدي الكريم، نحن نتكلم عن القمة الخليجية أمال وتطلعات. يعني المواطن العربي يتطلع الكثير من مجلس التعاون الخليجي، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله دعا أشقائه مساء البارحة إلى الانتقال من التعاون إلى الاتحاد. كيف نقرأ مثل هذه الدعوة وماذا نفهم منها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة الآن أصبح في واقع جديد في المنطقة. نعم. ولا بد من التعامل مع هذا الواقع بشيء من الشفافية ووضوح الرؤية. لذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الله حفظه أعتقد جت في وقتها. نعم. وكما هو معروف في مجلس التعاون تدرج العمل من تنسيق إلى تعاون إلى تكامل. أعتقد الآن جت مرحلة أكثر تقدما، وهي يمكن الاتحاد أو فكرة الاندماج أو وجود كيان في شكل اتحاد بأي صورة من الصور اللي قد تتفق عليها دول المجلس. وقد يتطلب هذا طبعا أديات وخطط وبرامج تمهد للوصول لهذا الاتحاد، لكن حان الوقت لفعلا وضع يعني برنامج ووضع رؤية موحدة في هذا الاتجاه. نعم، يعني اتحاد جمركي، سوق مشتركة وتنقل بين الدول ببطاقات الهوية وعملة مشتركة لا زالت في الانتظار. أستاذ محمد، هل هذه الإجراءات أي تأثير مباشر اليوم على حياة المواطن الخليجي؟ في الواقع دائما القمة يعني تصدر من خلالها قرارات تلبي طموحات وأمال أبناء مجلس التعاون، ودائما تصدر قرارات في صالح المواطنين، ولكن بما أن السقف المواطنين دائما يكون أعلى من ما هو متوقع، فدائما هناك توقعات أو طموحات أكثر مما هو تحقق في الماضي. ومثل ما ذكرتي يعني المراحل اللي قطعها مجلس التعاون سواء في الاتحاد الجمركي، في السوق الخليجية، في القطار، في تنقل بالبطاقة، الربط الكهربائي، الاستراتيجيات اللي قررت على جميع المستويات سواء الاستراتيجية الصناعية أو الزراعية أو في مجال البترول، كلها تصب في هذا الاتجاه وتخدم وتؤسس لي التوجه نحو اتحاد خليجي خلينا نسميه. نعم، بعد الأزمة الأخيرة التي دخلت فيها منطقة اليورو الكثير من الاقتصاديين توقعوا إلغاء فكرة العملة الخليجية الموحدة، فهل هذه النظرة صائبة؟ وهل للعملة الخليجية المنتظرة هذا الأثر السلبي الذي يتحدثون عنه فعلا؟ في الواقع ظروف دول المجلس تختلف عن منطقة اليورو. نعم، منطقة اليورو كما نذكر كانت عملاتها رئيسية من العملات الرئيسية سواء المارك الألماني أو الفرنك الفرنسي أو غيرها من العملات. عملات دول المجلس في الواقع متقاربة ومرتبطة بالدولار، الرغم من أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات، لكن الدولار يشكل نسبة كبيرة في هذه السلة. وبما أن عملات دول المجلس مرتبطة بالدولار بشكل مباشر أو غير مباشر، فهي أكثر مهيئة للوصول إلى عملة موحدة. يتبقى الجانب المالي اللي هي متعلقة بالأداء المالي للدول، وهذا اللي بحاجة إلى وضع ضوابط وإجراءات
وخطوات تسبق إصدار العملة الموحدة. ما زلت أنا متفائل في صدور عملة موحدة في الواقع. ويعني تتوقع أنه هل ممكن يراها المواطن العربي حقيقة؟ يعني نحن نسمع عنها منذ تقريبا 10 سنوات أستاذ محمد. صحيح. نعم. لكن في إجراءات كثيرة تتطلب الوصول إلى هذه المرحلة. يمكن أهمها البنك أو المجلس النقد الخليجي أو البنك المركزي الخليجي. نعم. طبعا المعلومات بعد تركي لمنصبي المعلومات عندي شحيحة. نعم. ولكن كلها بس 6 شهور ما شاء الله أنت لك 9 سنوات في مجلس. صحيح، لكن المعلومات اللي عندي من ما زلت على اتصال بالأخوة المعنيين في هذه اللجان. نعم. ما زال العمل جاري على قدم الوساق. نعم. ما زالت هناك يعني طموحات الوصول إلى العملة الموحدة. طبعا ما في شك أن اللي حصل في أوروبا قد يؤثر بشكل أو بآخر على سرعة الاتجاه في هذا، أو سرعة المشي الماضي قدما في هذا الاتجاه. نعم. ماذا تقول أن ظروف دول المجلس تختلف، اقتصادات متشابهة، ولا يمنع من وجود عملة، وحتى التداول العملات في الدول الأعضاء بكل سهولة ويسر، والفرق في أسعار الصرف بسيط جدا. نعم، يعني أتمنى أن نتكلم بشفافية أستاذ محمد. أنت الآن خارج المجلس ونحن نسمع يعني منذ سنوات طويلة 32 عاما أو أكثر ها، ونحن نجد قادة المجلس التعاون يجتمعون، والطموحات طموحات المواطن العربي تفوق يعني الموجودات الحالية، فهل يعني نتفائل؟ مثل ما ذكرت أنا متفائل جدا، ودعوة الملك عبد الله للاتحاد هذا يدل على أن في هناك إصرار على مواصلة هذه المسيرة. وأبغى أقول بس مثل أو أعطي فكرة عن اليورو. في الواقع الأوروبيين كانت لهم 3 محاولات للوصول إلى عملة موحدة، والثلاث ما توفقوا فيها. إحنا ما زالت هذه المحاولة الأولى، وما أتصور أن في هناك صعوبات فنية. في الواقع أنا أقول أن العملات الحالية هي عبارة عن عملة واحدة، لأنها ما في فرق ما بينها، وتتداول بسهولة ومقبولة في كل الدول، وكلها مرتبطة بالدولار بشكل رئيسي، أو اقتصاديات متشابهة، الأداء الاقتصادي متشابه، الوضع الاجتماعي والسياسي متشابه. فما أعتقد في هناك عقبة أساسية. يمكن العقبات هي أمور فنية وإجراءات قد تطول قليلا. هل يعني أنه يعني كم من الوقت نحتاج إذا اتفق الزعماء على فكرة الاتحاد، يعني كم من الوقت نحتاج لتذليل العقبات وتطبيق هذه الأفكار؟ والله ما نحتاج أكثر من 3 سنوات لانتهاء من كل هالمشاكل. 2010 كان من المفترض أن نرى العملة الخليجية الموحدة. نعم، لكن حصلت ظروف. نعم. وحدت من ذلك، ورؤية التأجيل في وقته حتى ما يتم الانتهاء من بعض المتطلبات التي تسبق إصدار العملة. هل يعني أننا سنرى يعني جواز سفر خليجي موحد؟ البطاقة أفضل من الجواز، وأسهل وأسرع، وحتى من ناحية أمنية ومن ناحية معلومات. نعم. ناحية الاستفادة منها في أفضل من الجوال. نعم، أشكرك جدا أستاذ محمد المزروع، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية من مجلس التعاون الخليجي سابقا. شكرا جزيلا لمشاركتك برنامج السعودية اليوم. أعود لك ضيفي أستاذ عبد الله حميد الدين، تعقيبك على ما ذكره أستاذ محمد. يعني أولا أشكره على بعض الإضافات اللي ذكرها، ولكن أظن أنه متفائل جدا، وأكثر من متفائل لما يقول 3 سنوات. 3 سنوات ربما تكون الفترة للمناقشة في هذا المشروع الجديد، وليس حتى في التعاطي معها. يعني آليات، هو ذكر في البداية أن هناك واقع جديد. نعم، هناك واقع جديد، ولكن آليات المجلس لازالت تنطلق من الواقع القديم، فآليات اتخاذ القرار لازالت قديمة.
وإن كان الواقع جديد. بطبيعة الحال التحديات الجديدة قد تضغط وقد تفرض على مجلس التعاون أن يتحرك بشكل أسرع، ولكن يعني المجلس مر بتحديات كبيرة في الحرب العراقية الإيرانية، في حرب الكويت، ثم في غزو الأمريكي للعراق والاحتلال الأمريكي للعراق، وكل وفي هذه الفترات جميعها وهي فترات حرجة للغاية لم نجد أن هناك تطور نوعي في آلية التعاطي الداخلية بين أعضاء مجلس التعاون، مما لا يعطي تفاؤلا كبيرا. مع ذلك يعني مع ذلك لابد من القول، المجلس كمجلس يملك فرص هائلة جدا لو أمكن أن يستثمرها. الاقتصاد الناتج القومي الخليجي يساوي الناتج القومي الصيني تقريبا، فبالتالي نتكلم عن كتلة تساوي في قوتها الاقتصادية الصين يعني، فهناك يعني قدرات هائلة لو أمكن أن تستثمر. فأمر آخر أن هناك المسألة ليست طموحات تتجاوز طموحات المجلس، أن هناك حاجات يعني المواطن ليس له طموحات اليوم، المواطن لديه حاجات أساسية، الوظيفة ليست طموح وإنما حاجة، الأمن الإقليمي أو الأمن القومي ليس طموح وإنما حاجة. عندما نتكلم عن مثلا القدرة على السفر بلا هوية أو هذه ربما تكون طموح ولكنها تحققت إلى قدر كبير، ولكن الناس يأملون من المجلس أن يحقق لهم أو يخدم الحاجات الأساسية المعيشية اليومية وليس فقط الطموحات التي قد تمثل شيء من المثالية. يعني أذكر لكم يعني أذكر لك مثالين أو مشروعين مثلا يعني أو أحد التحديات الأساسية التي يواجهها كافة أعضاء كافة الدول الخليجية وكافة المواطنين تقريبا في دول الخليج. التحدي الأول البطالة، يعني ما سوى قطر هناك نسبة بطالة عالية في كل دول الخليج، وجميع الدول بما في ذلك قطر لديهم اعتماد عالي جدا على العمالة الأجنبية، فهذا يعني كأمر يمس الحاجة المباشرة لملايين. يعني حتى الإمارات أعتقد الإمارات نفس الطريقة، يعني الإمارات عندها حاجة وبطالة أيضا، الإمارات أيضا لديها نسبة بطالة عالية، لكن أتكلم أن هناك قطر نسبة البطالة عندها من أقل الدول تقريبا في الخليج، ولكن القصد أنه كلهم معتمدين على العمالة الأجنبية بشكل مرتفع ولديهم تفاوت في نسب البطالة، فالبطالة تمثل مشكلة إنسانية مباشرة تمس حياة 3 مليون تقريبا خليجي أو أكثر. فكخطوة نحو التقارب يعني بدل الحديث عن عملة خليجية موحدة وقد لا تتحقق إلى أبد طويل، لماذا لا يكون هناك حديث عن نوع من دمج سوق التوظيف الخليجي؟ يعني البطالة في الإمارات تحل بالعمالة بعمالة سعودية مثلا، أو العكس، السعودي يذهب للإمارات ليشتغل والإمارات يأتي للسعودية ليشتغل. وإذا أخذنا السوق الخليجي كسوق وظيفي كلي وتكلمنا عن التوطين وعممنا مشروع مفهوم التوطين من توطين محلي، أي توطين سعودي إماراتي كويتي قطري إلى آخره، إلى توطين خليجي، يعني فالوظيفة تصبح خليجية ولا تصبح فقط محلية، هذا ربما قد يكون أقرب يعني من حيث الآليات، وفي نفس الوقت يخلق اندماج بين المواطنين يمهد لوحدة كونفدرالية أو وحدة سياسية، ويعطي لهذا الوحدة بعد يعني يخدم الإنسان الخليجي بشكل مباشر. ذكرتني أستاذ عبد الله، ويعني سامحني في مقاطعتك، كسياسي عضو مجلس الأمة الكويتي الأستاذ وليد طبطبائي أعلن تأييده لفكرة اتحاد كونفدرالي بين دول الخليج، هل تعتقد أن بقية المثقفين في دول الخليج سيتقبلون لدعوة يعني بهذا الترحيب، أم بعض الدول سوف تتحفظ بذلك؟ يعني التأييد سيكون متفاوت لأنه الكلام سهل يعني، فأنا سأقول من المناسب أن يكون هناك اتحاد كونفدرالي أو حتى فدرالي بين دول الخليج أو حتى كونفدرالي في المرحلة الأولى، ولكن المسألة ليست ما نريد، يعني المسألة ما يمكن أن يتحقق على أرض الواقع في خلال سنوات قريبة، وما يمكن أن يحل مشاكل نواجهها اليوم. يعني الكونفدرالية إذا تحققت ستأخذ فترة زمنية معينة، أقل حاجة 5 إلى 10 سنوات، وهناك مشاكل تعاني منها دول الخليج وتحديات يجب أن تعالج في خلال 4 إلى 6-7 سنوات. البطالة مشكلة متأزمة، الاعتماد على الطاقة، يعني الدول الخليج كلها معتمدة على النفط اعتماد شبه كلي في اقتصادياتها، ولا يوجد هناك مشروع خليجي موحد ذات قدرة كافية لخلق بدائل للطاقة. يعني اليوم دول الخليج إذا أمكن أن تستهلك أن يكون استهلاكها المحلي معتمد على مصادر أخرى غير النفط، بحيث يكون النفط فقط للتصدير، هذا سيحل الكثير من أزماتها الاقتصادية المستقبلية. اليوم النفط خصوصا بالنسبة للمملكة
يغطي كثير من حاجاتها، ولكن الوضع الديموغرافي في المملكة بحكم الكثافة السكانية يعني يتغير بحكم بحيث أنه سيصل اليوم في ربما في خلال الست سبع سنوات القادمة يصبح الإنتاج النفط لا يكفي كثير من الحاجات الاقتصادية في المملكة، وكذلك التحدي مشابه لدول الخليج الأخرى. فمثل هذا الأمر يعني مع موضوع البطالة مثلا كمشروع خليجي لبدائل الطاقة بحيث يمكن أن يكون النفط فقط للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، ما أقوله أن هناك المشاريع الكبرى الوحدة الموحدة أو يعني بعض التقارب السياسي الأكثر، هذه تواجه معيقات كبيرة في أقلها المنافسة السياسية، وبما أن نحن في يعني نكون شفافين بعض الشيء، هناك تنافس سياسي بين يعني بين أعضاء مجلس التعاون، وهذه المنافسة السياسية كانت أكبر عائق أمام الوحدة العمل الموحدة، يعني لم تكن الآليات هي العائق الرئيسي، وإنما هناك تنافس حول أين يكون البنك المركزي الخليجي، من يتحكم به، من يسيطر عليه وما أشبه. وهذه المشكلات السياسية تأخذ وقت لكي تحل، لابد يعني هناك حكمة كافية لدى الزعماء بأن يحلوها، ولكن تحتاج إلى وقت طويل. فلو تم التركيز على القضايا التي لا تمس أو لا تقترب من التنافس السياسي لأمكن إيجاد نتائج أسرع. أشكرك جدا أستاذ عبد الله. أعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل قصير، فابقوا معنا. برامجنا معادية على الموجة السعودية ألف ألف أف أم. أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي، أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا هي القمة الخليجية، أمال وتطلعات. معنا وأذكر إخواني وأخواتي بأرقام البرنامج على الاسم اس، شركة الاتصالات 847700، شركة موبايلي 640660، وشركة زين 746262، تليفون البرنامج 02-616-1102. معنا مشاركة من الدكتور صلاح علي عبد الرحمن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني. السلام عليكم دكتور صلاح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين. أهلا بك في برنامج السعودية اليوم. أهلا وسهلا. سيدي الكريم، نحن نتكلم عن القمة الخليجية، أمال وتطلعات. هناك أمال كثيرة يتطلع لها المواطن الخليجي، وهناك مطالب أكثر إلحاحا من المجلس تحتاج إلى سرعة لتفعيلها، برأيك ما هي؟ ابتداء دعيني أن أرحب بكلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة الرياض بالأمس. نعم. وأنا أعتقد كانت كلمة جامعة شاملة مختصرة، وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بتطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. ولن أبالغ أنه يعني جاءت الكلمة في الوقت المناسب، من حيث أن الشعوب الخليجية فعلا تتطلع إلى الكلمة المختصرة التي ذكر فيها أنه آن الأوان أن يتحول هذا المجلس من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد في كيان واحد. هذا هو مطلب شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. نحن نتطلع إلى الوقت الذي يكون فيه المواطن الخليجي يمتلك حرية التنقل من بلد إلى بلده الآخر، سواء من البحرين للسعودية، السعودية للإمارات، إمارات لعمان، عمان للكويت، ينتقلون وكأنهم في بلدهم دون وجود ما يعرف بالقيود الأمنية و الإجراءات الدخول والخروج وكانهم يدخلون في بلد آخر. الشعوب الخليجية تتطلع إلى أن تصل إلى وحدة العملة الخليجية، والعملة الخليجية الموحدة هو مطمح الشعوب الخليجية منذ زمن بعيد، وقد قطعنا شوط كبير، وأنا أعتقد أنه آن الأوان أن تتحول هذه الأفكار إلى أرضية واقعية يلمسها كل مواطن خليجي. نعم. الشعوب الخليجية أيضا تتطلع إلى أنها تجد العمالة الخليجية هي العمالة المفضلة لدى مجلس التعاون الخليجي،
تعرفين ويعرف كل من يستمع أن إحدى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي هي العمالة الأجنبية. وأنا أعتقد أن دول الخليج بتشكيلاتها في الدول الست تمتلك طاقات بشرية مؤهلة قادرة على العمل سواء كان في بلدها أو في البلد الآخر المجاور لها في دول مجلس التعاون الخليجي. لماذا لا تصبح أفضلية للعمالة الخليجية بدلا من اللجوء إلى العمالة الخارجية؟ بل أن العمالة الخليجية هناك قواعد مشتركة فيما بين شعوب دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتاريخ، ما يتعلق بالإرث الإسلامي، ما يتعلق بالعادات بالتقاليد، إضافة إلى وجود علاقات اجتماعية وتزاوج وعوائل متخالطة متداخلة في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يعطي دفعة إيجابية للعمالة الخليجية في تنقلاتها. احنا اعتقد الشعوب الخليجية تطمح فعلا أن يكون هناك اتحاد خليجي ينعم فيه المواطن الخليجي وكأنه يعيش في بلد واحد اسمه الخليج العربي وليس في ستة كيانات من الكيانات دول مجلس التعاون الحالية. وهذا الذي أنا ذكرته في بداية حديثي. أنا أعتقد أن كلمة خادم الحرمين الشريفين لامست مطلب الشعوب الخليجية. وأنا حقيقة دخلت على المواقع الاتصال الاجتماعي في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ولا تعرفين كم والتفاعل عبر التويتر والفيسبوك من شباب بالذات دول مجلس التعاون الخليجي على أنهم فعلا هذا هو المطلب الذي كانوا يحلمون به دوما، أن يتحول مجلس التعاون الخليجي بعدما قطع ما يقرب من 32 سنة في تاريخه وصفحاته الكثيرة. أنا أعتقد آن الأوان وهو مطلب الشباب الخليجي أيضا إلى أنه يصبح في كيان واحد كما لخص ذلك خادم الحرمين الشريفين. وأريد أن أؤكد أن التوقيت جاء مناسبا. لأن دول مجلس التعاون الخليجي الآن أمام تحديات كثيرة. وذكر خادم الحرمين أن هناك من يتربص بأمن واستقرار هذه المنطقة. وأنا أعتقد الوسيلة والسلاح الأنجع والأقوى في هذه هو أن نتحول إلى كيان واحد. هذا الكيان يوحد السياسات الخارجية، يوحد القوى الأمنية والقوى العسكرية. دول مجلس التعاون تمتلك قاعدة عسكرية قوية في كل دولة، هناك ترسانة خليجية قوية لو تماسكت وأصبحت كقوة خليجية أنا أعتقد ستشكل قوة كبيرة في ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي. وأيضا دول مجلس التعاون تمتلك اقتصاد كبير وقوي، وهذا الاقتصاد لو تضافر أصبح اقتصادا واحدا أنا أعتقد سيشكل أيضا نقلة كبيرة. هناك نماذج في دول عديدة كالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال قطع شوط كبير، نحن أولى في دول مجلس التعاون الخليجي. تعرفين يا أخي أن الاتحاد الأوروبي بالرغم من أنه لا توجد له ثقافة واحدة، ثقافات متعددة ولغات متعددة أيضا واقتصاديات متعددة، مع ذلك تمكنوا أشواط كبيرة. أنا أعتقد نحن أرضيتنا أقوى من أي منطقة أخرى، لنا قاعدة تاريخية مشتركة، لنا لغة مشتركة، دين مشترك، عادات مشتركة، تقاليد مشتركة. هذه كلها هي أعمدة قوية تؤسس لأرضية الاتحاد الخليجي الذي نحن نرتقبه جميعا. دكتور صلاح، لدي ضيف الأستاذ عبد الله حميد الدين يريد التحدث إليك. تفضل. يا هلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا. بس احب يعني بس اقول مداخله بس سريعه انه يعني الوحده بلا شك تمثل حاجه وخيار استراتيجي مهم لمجلس دول التعاون، ولكن فرق بين ان نقول انه خيار استراتيجي وحيوي وبين ان نقول انه مطلب للشعوب. اليوم اولا لا نملك حقيقه في دول الخليج كلها قياس راي للشعب الخليجي، وبالتالي لا نملك هذا مثلا التصريحات او التلميحات. وفي نفس الوقت بقدر ما هناك في تويتر او في الفيسبوك او في وسائل التواصل الاجتماعي من يؤيد الموضوع هذا، هناك من ينتقده ويرى انه غير واقعي وغير ممكن.
وفي نفس الوقت هناك الكثير من الخليجيين من لا يرون أي إضافة في هذا الأمر. فبالتالي يعني أعتقد أن الخطوة التالية بعد أن نقول أن هذا أمر حيوي هو أن نخلق مبادرات تجعل المواطن الخليجي يشعر أنه مطلب. لأن اليوم فرق بين أن أقول هذا أمر حيوي واستراتيجي ولا بد منه وبين أن أقول أن المواطن أو أن الشعب شعوب دول المجلس التعاون ترى أنه مطلب. هذه الأمر الثاني لا يوجد اليوم. يعني اليوم 80% من أو يمكن 30-40% من سكان مجلس التعاون لا يرون في وجود المجلس أي ضرورة أصلا. فبالتالي المطلوب خلق هذا. يعني كم من الخليجيين من يسافر أو يستخدم الـ هذه مثلا قضية البطاقة الموحدة؟ كم من الخليجيين من يستفيد من انتقال الأموال بين دول مجلس التعاون؟ ما أقوله أنه من المهم أن نسعى في هذا الاتجاه ولكن من خلال خلق مبادرات تدمج بين مصالح الخليجيين. وما ذكرته وتفضلت به موضوع التوظيف أساسي جدا. يعني هذه المبادرة لو تم اعتبار الخليجي هو أولوية بعد المواطن المحلي لأمكن أن يشعر المواطن الخليجي في المملكة في قطر في البحرين أن هناك فعلا يعني استفادة إنسانية اقتصادية مباشرة لا يستفيد منها فقط كبار رجال الأعمال ولا يستفيد منها فقط السياسيين أو الواقع الأمني الإقليمي وإنما يستفيد منها المواطن العادي الذي يعني يتساءل اليوم لماذا هذا المجلس وماذا حقق لي هذا المجلس في حياتي اليومية وليس فقط على مستوى تطلعات قومية أو عروبية أو مثالية. يعني أشكرك على ما تفضلت به ولكن قد أختلف معك في بعض يعني القضايا اللي تفضلت فيها. أنا أعتقد سبب أن هناك طرف من الشعوب الخليجية أو من المفكرين السياسيين أو شخصيات تتساءل ما الذي انتفعنا من مجلس التعاون الخليجي وما هي الفوائد التي تحققت لنا. أنا أعتقد سبب هذا الكلام أننا ظللنا 32 سنة نتحدث عن مشاريع وأفكار لم تتحول إلى واقع ملموس. 32 سنة هناك علاقة تعاونية، علاقة الاتحاد هي علاقة خطوة متقدمة للإمام. حتى تحقق هذا الاتحاد لا يمكن أن يتحقق الاتحاد إلا إذا وجدت مشاريع واقعية حتى يتحول التعاون إلى اتحاد. فحينما نحن ندفع بالاتحاد إلى كيان واحد هذا لا يعني أننا ندعو إلى أن الاتحاد قد يتشكل من 6 دول خليجية. نعم. ليس كذلك. أنا أعتقد الاتحاد قد يتشكل من 3 دول خليجية في بداية الأمر. نعم. التدرج في هذا الموضوع ليس أمرا مستنكرا. قد تكون هناك 3 دول عندها الاستعداد أو عندها الرغبة في تشكيل اتحاد كخطوة إلى الأمام. لماذا لا تدفع هذه الدول إلى الأمام ثم بقية الدول تلحق بهذا الركب؟ حينما نشكل الاتحاد نحن نتكلم الآن عن توحيد سياسة خارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، نحن نتكلم عن توحيد الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. إنما تكون هناك عملة موحدة وهناك تكون اتحاد جمركي موحد وهذا تكون هناك سوق خليجية مشتركة، هذه متطلبات الاتحاد. حتى نصل إلى الاتحاد لابد أن نحقق هذه المطالب. هذه المطالب قد لا تأتي دفعة واحدة لكن لابد من التدرج. بس أنا أعتقد حتى نحقق حلمنا الكبير لابد أن نبدأ بخطوات أولية في مسألة دفع هذا الكيان الخليجي من 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 مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. السؤال على الصعيد الخارجي دكتور صلاح، كيف يمكن أن يؤثر وجود مثل هذا الاتحاد؟ يعني هل له أي أثار سلبية فيما يتعلق بالتزامات الدول الأعضاء السابقة بشكلها المنفرد؟ لا طبعا. أنا أعتقد حينما تتوحد الآن العالم مقبل على التكتلات. نعم. والكيانات ليس بالضرورة تنصهر في كل البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هناك تكتلات اقتصادية، هناك تكتلات سياسية، هناك تكتلات اجتماعية، بس العالم بدأ يتحرك على شكل تكتلات. منطقة الخليج مهيئة لأن تشكل أيضا تكتل له عمق إقليمي وعربي ودولي. السياسات الخارجية على سبيل المثال الآن منطقة الاتحاد الأوروبي هناك لها سياسة خارجية في القضايا التي تهم الاتحاد الأوروبي. نعم. منطقة آسيان في جنوب شرق آسيا لها سياسة خارجية في المنطقة التي تهم. دول مجلس التعاون مواقفها الخارجية في القضايا الخارجية حقيقة مواقف موحدة لكن كل دولة تتحدث عن نفسها. نعم. لماذا لا تتوحد السياسة الخارجية؟
هناك تجارب واقعية في موقف دول مجلس التعاون من الأحداث الأخيرة، على سبيل المثال ما وقع في اليمن. هناك مبادرة خليجية، ليست مبادرة دولة واحدة لكن نموذج لمبادرة خليجية لحل المشكلة في بلد شقيق وهي اليمن. لا. وأيضا هناك مبادرات طرحت في مسألة في العالم العربي ما يتعلق بتونس وبمصر وبليبيا في فترة الأحداث، وبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. هناك في قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية يمكن لدول مجلس التعاون أن تحدد وتوحد مواقفها فيما يتعلق، ونحن نعرف أن كل ما يمس أي أمن واستقرار أي بلد خليجي يمس بقية دول مجلس التعاون الخليجي. نحن لسنا في منعزل، حينما يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية فهو تدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، لأن أحيانا الأصابع التي تتدخل في مجلس التعاون قد تكون أصابع من بلد واحد. فينبغي أن تتوحد أيضا موقفنا في السياسات الخارجية سواء على المستوى العربي أو المستوى الدولي. تتوقع دكتور صلاح ما هي يعني ما بعد الاتحاد، ما هي أول القضايا التي قد يتمتع بها المواطن الخليجي؟ هو الآن الحديث لا شك ونحن نتحدث عن الاتحاد لن يكون بين يعني في ليلة وأخرى يتحقق هذا الاتحاد، لكن لابد من دراسة هذا الاتحاد وتشكيل مجموعة من الخبراء تضم دول مجلس التعاون الخليجي لتفعيل هذه الفكرة ووضع الآليات والتصورات والخطة الزمنية. أنا أعتقد الاتحاد الآن المطروح بالمرحلة الحالية على الأقل هو ما يعرف بالاتحاد الكونفدرالي. فكرة الاتحاد الكونفدرالي هي فكرة تقوم على احترام السيادة الوطنية لكل دولة، بمعنى ستبقى دول مجلس التعاون الخليجي محتفظة بسيادتها الوطنية وبأنظمتها السياسية القائمة وبإدارة شؤونها الداخلية. لكن الاتحاد الكونفدرالي يتحدث عن إمكانية الاتحاد أو التوافق على ثلاثة أعمدة. العمود الأول هي السياسات الخارجية، بمعنى أن تكون هناك سياسات خارجية خارج منظومة مجلس التعاون موحدة بين هذه الدول. والمنظومة أو العمود الثاني في الاتحاد الكونفدرالي هي ما يتعلق بالاقتصاد أو الملف الاقتصادي، ونحن نتحدث في هذا الموضوع عن تشكيل السوق الخليجية المشتركة، موضوع العملة الخليجية الموحدة، العمالة الخليجية، هذه كلها سوف تلامس تطلعات شعوب الخليج. والأمر الثالث في الاتحاد الكونفدرالي هو ما يتعلق بالأمن وبالملف الأمني والعسكري، بمعنى أن تكون هناك نوع من الاتفاقيات والتعاون في القضايا الأمنية والعسكرية. أي دولة تتعرض سيادتها في أمنها واستقرارها ستكون دول مجلس التعاون تتحرك ككتلة واحدة. أستاذ عبد الله يريد التحدث إليك دكتور صلاح. يعني مع الاتفاق مع كثير مما ذكرت وايضا ربما اختلف مع بعض الخصم التفاؤل فيما تفضلت، يعني انا قلت 32 سنه ولم يمكن للمجلس ان يحقق الكثير، فلا اعرف كيف سيمكن ان يحقق الكثير يعني الان يعني. ولكن قبل الحديث عن اتحاد كونفدرالي، لماذا لا يكون هناك اتحاد على المستوى يعني انت وايضا ذكرت هذا قضيه الاتحاد على مستوى السوق الوظيفي، يعني هذه اسهل من الاتحاد الكونفدرالي، اسهل تتجاوز كافه الخلافات السياسيه الواقعه بين دول مجلس التعاون، وفي نفس الوقت تحقق للمواطن الخليجي مصلحه مباشره يعني. فبالتالي يعني قبل ان نقفز الى اتحادات في الكيان السياسي الكبير يكون هناك اتحاد في الواقع الاجتماعي لا أقول الصغير لأنه ربما بالنسبة للمواطن هو الأهم يعني. تقصد يعني هل هناك عنصريات ما بين المواطنين في مجلس التعاون؟ لا أقصد والدكتور تفضل ذكر هذا، يعني أنه لو اعتبرنا السوق الوظيفي الخليجي سوقا واحدا، فبالتالي بحيث يتم لما نتحدث عن البطالة نتحدث عن البطالة الخليجية وليس البطالة السعودية القطرية البحرينية. نعم. نتحدث عن التوظيف استبدال العمالة الأجنبية بعمالة خليجية، يعني هذه لو تمت كمبادرة تخلق وحدة على هذا المستوى ربما تخلق الأرضية أو أقل حاجة. أنت لا تريد الاتحاد من رأس الهرم، أنت تريد الاتحاد من المواطنين نفسهم بدءا منهم إلى رأس الهرم بحيث يشعرون بأهميته والحاجة إليه. نعم، يعني دعيني أنا لا أختلف معك، نحن إذا آمنا بمسألة الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد لتكن أولى مداخل هذا الاتحاد هو ما يعرف بالملف الاقتصادي والذي منه حقيقة هو موضوع العمالة الخليجية، موضوع السوق الخليجي المشترك، موضوع قضية الجمارك، هذه حقيقة تم قطع أشواط كبيرة فيها. لكن
تحتاج إلى تفعيل وإرادة سياسية من قادة دول مجلس التعاون لتفعيلها. أقول لا بأس أن تبدأ عملية الاتحاد أو معرف الاتحاد الكونفدرالي بالملف الاقتصادي، كون هذا الملف يمس شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وحينما يبدأ التحرك فيه سوف يشعر كل مواطن خليجي أن فعلا هناك إضافة واقعية ملموسة يراها على أرض الواقع في هذا الكيان الخليجي الموحد. ثم ننتقل تدريجيا إلى بقية الأعمدة أو الكيانات التي تشكل هذا الاتحاد الكونفدرالي. وأنا أقول أيضا ليس بالضرورة أن تكون عملية الاتحاد الكونفدرالي تنطلق بستة دول خليجية، وإلا لن تنطلق. أنا أعتقد هناك في سعة وفي فسحة في أن تنطلق بدولتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يمكن لأي بلد خليجي أن ينضم إلى هذه المنظومة طالما أنه رأى أنه عنده الاستعداد وأن منظومته الداخلية الوطنية مهيئة للدخول في هذا الاتحاد الكونفدرالي. ولكن لا نلغي الفكرة لأن إما ستة دول أو لا، أو لا نلغي الفكرة لأن هناك معوقات كثيرة لتحقيق هذا الاتحاد الكونفدرالي. نعم، أشكرك جدا دكتور صلاح علي عبد الرحمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، شكرا جزيلا لمشاركتك برنامج السعودية اليوم. لدينا اتصال. سلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، ممكن نتعرف عليك؟ يوسف العروي. أهلا بك أخي يوسف. الله يسلمك. صراحة خطوة الاتحاد هذا من أروع الخطوات، يعني اللي نأيدها تأييد كامل. نعم. قائد الحرمين الشريفين عندما قالها في وقتها وهي قاتلة لبعض الأعداء، أعداء دول مجلس التعاون الخليجي، يعني طرح هذه الفكرة في هذا الوقت وفي هذا الزمن كان استراتيجية رائعة، وما في شيء يعارض هذا الاتحاد إلا بعض النفسيات التي قد تكون في نفسها أمر آخر. أو دكتور صلاح كلامه منطقي، أنا أيده تأييد كامل، أنا سمعت له كان رائع جدا في طرحه، وأيضا في أنه ما هي مشكلة أبدأ من أي عمود. نعم، أبدأ بالعمود الأمني، العمود الاقتصادي، العمود السياسي أيا كان، ولكن لازم تبدأ هذه لو بدولة دولتين ثلاثة ما هي مشكلة، وتنطلق إلى الاتحاد الخليجي بشكل عام، بالذات أن هذه الدول الخليجية هي مستهدفة من بعض أعداء لها، وواضح العداء ما يعني ما في داعي نقول. نعم، اللهم وحد كلمة المسلمين. وقتها. نعم، شكرا جزيلا. نعم، أخويا يوسف أشكركم على يديكم العافية. شكرا جزيلا أخي يوسف العروي من جدة. أعود لك أستاذ عبد الله تعقيبك على ما ذكره الدكتور صلاح والأخ يوسف، وماذا تريد أن تختم هذه الحلقة؟ يعني مرة أخرى بشكل عام يعني موضوع التوقعات من مجلس التعاون، يعني الاتحاد أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تحقق كثير من أهدافنا، ولكن هناك أمور أخرى أيضا وبالذات يعني معالجات مباشرة للتحديات الكبيرة التي نواجهها. يعني أحد الأخطار الرئيسية هي الاعتماد على النفط، يعني فإذا أردت أن أختم أن أتفق معها بشكل عام على الوجهة العامة، ولكن ربما أختلف في قدر التفاؤل الذي يملكه وبعض التفاصيل الإجرائية. ولكن مرة أخرى أعود وأقول أن هناك لدينا تحديان أساسيان، يعني وهو التحدي البطالة، والتحدي الآخر الاعتماد الكلي على النفط تقريبا. إذا لم يكن هناك مبادرة خليجية لمعالجة هذين الأمرين، لن يكون الحديث في أي مبادرة أخرى ذات جدوى بعيدة المدى، وربما سنعود بعد 5 أو 10 سنوات ونقول أننا نتحدث لازلنا في نفس الأمر ونقول نفس الكلام كما سبق في 30 سنة الماضية. نحن متفائلين أستاذ عبد الله، ولابد لنا من التفاؤل، ونقول يعني اللهم جمع كلمة المسلمين. أشكر الأستاذ عبد الله حميد الدين الكاتب السياسي السعودي، وأشكر أيضا مهندسة الصوت الأخت ابتسام عزام، وننهي هذه الحلقة أعزائي المستمعين والمستمعات، وأقول لكم مع طيب مشاعركم ونبض قلوبكم عشنا وإياكم على مدى ساعة كاملة نستمع إلى فيض حديثكم العذب الجميل الذي جملته الصراحة واحتضنه وحب الوطن. تقول لكم منال الشريف في أمان الله، ولنا لقاء غدا في مثل هذا الوقت ومع قضية أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.